أصدقائنا محبي قناة التعلم الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم أصدقائنا سوف نستمتع معا في هذا الفيديو الشيق، نعم مع الكثير من الاختراعات التي سوف تدهشكم في عام 2024. إذا كنتم مستعدون لهذا التشويق كله فهيا بنا لنبدأ. وهذه طريقة مثالية لإزالة كل الشوائب من على الأرض أو الثمار. أما هذه المجرفة الذكية فهي تجرف تحفر وفي نفس الوقت تأخذ التربة إلى خارج الحفرة. أما هذا فهو مسدس هوائي لحفر الخنادق، أقصد حفر الأرض بعد الشيء. وهذا مسدس آخر للتنظيف، وهذا مسدس آخر لتقطيع الجدران. إنها محاولة مثالية. على ذكر المسدسات فلننظر إلى هذا الاختراع المذهل، مسدس براغ رائع جدا. هذه مطرقة وكثير من المسامير تعمل هيدروليكيا كمسدس كبير، ولكنه للمسامير. إذا كنت من محبي الطرز هذه الآلة ستفيدك حتما. هذه التوربينات تشتعل فيها النار، لا أدري لماذا، لكنه مجرد عرض لا أقل ولا أكثر. لكن ماذا عن هذا الجرار؟ هذا جرار من عهد جيم أوف ترونز. خذوا كل النذاسة وفضلة الكلاب بعيدا بدون أن تمسوها بأيديكم. الآن يمكنكم أن تستريحوا مع هذه الآلة. أما هذه فهي لتصريف المياه. هوبا، ضربة واحدة وقل وداعا للمياه الراكدة. إنها تعمل بالضغط الهوائي. وهذه لعبة أطفال لكنها للكبار. إذا كانت لديك هذه الآلة ستقوم باستغلال وقتك للعمل في مكان آخر. بهذه المقاييس تسهل عليك عملية تركيب كل شيء. ماذا عن ذو الساقين العملاق؟ إنه اختراع مذهل للجدران العالية. هذه الآلة كسوبر ماريو، جايدو. إنها عملية تفريغ الأنابيب لتجميع السيراميك مع بعضه البعض. إليكم هذا الحل إن استصعب عليكم الأمر. ماذا عن هذه المطرقة الضخمة؟ إنها عملية سهلة. يا إلهي، إنه هجوم العمالقة. ربما هذا الآيفون سيصبح آي ماكس، إنها أغلى كاميرا. مع هذا السكين يمكنك أن تذبح أي شيء تريده. دعونا نكتشف معا ما هذا العجب. غالبا ما يتعبنا تنظيف الأتات في المنزل، لكن مع هذه الغسالة والشفاطة سيكون الأمر سهلا. هذه طريقة ذكية إذا سقطت منك إحدى الأدوات كسبايدر مان. وهذه آلة تقليم الأشجار، كأنها لعبة ماينكرافت. آلة التسميد أو صب الرمل على العشب، مثالية. أما هذه الأداة فهي أداة كشط لكل الجذور في منزلك أو حديقتك. قل وداعا لأي جدر لا تحبه.
لاستبدال الأسلاك أحضرنا لكم هذا الاختراع المذهل. طريقة جميلة لتركيب البراغي، وهذه أخرى لحفر مكانها. من الآن لن تتعب من إعادة تنزيل الصخور من على السيارة. شاهدوا هذا المنشار، يمكنك أن تقوم بنشر أي شيء تريده حسب تلك الزوايا. هذه آلة غسل في أي مكان، عجيبة وغريبة. إنها أداة مذهلة، إنها إزميل بلا سندان. لحك الأرضيات أحضرنا لكم هذا الاختراع المذهل. سرعة عالية في الدوران وجودة عالية. جامع قمامة فريد من نوعه، خرطوم فيل. حتما إذا كنت أنت وزوجتك حديثي الزواج ستستمتعون. من الآن الأحذية لن تصبح مملة. بفضل هذه الآلة يمكنكم أن تكتشفوا أي تقطع في إحدى الكابلات في منازلكم. هل أنت من عشاق ملاعب التنس؟ هذه ممسحة لمياه الراكدة في ملاعب التنس. الآن مع هذا الاختراع لا شيء يمكنه أن يختبئ في أي مكان. إنها عربة وبإمكانها أن تصبح كاسحة ثلج. من الآن اذهب حيثما أردت حتى إلى ألاسكا. هل حلمت يوما أن تقوم بتجميد المياه هكذا؟ إليكم الحل يا أصدقائي كفيلم فروزن. هذا مهندس بلا أدوات هندسة، إنه ذكي. هل رأيتم قط امرأة تعمل في عجلات السيارات؟ هذه الآلة ستمنحك الكثير من الوقت لأنها ستزيل كل أعمدة الأسيجة في دقائق معدودة. هذه أداة حفر قوية. إذا أردت أن تزرع النبتات والشتلات فحتما ستفيدك. هذا جهاز رائع، بل هي شفاطة وفي نفس الوقت تجمع لك كل شيء في حديقتك. بالموجات الرائعة للشفرة التي تصل إلى تحت صوتية يمكنك أن تقوم بقص كل شيء تريده. كنت أتمنى أن يدعمني أصدقائي كما تدعم هذه الآلة هذا الرجل. أصدقائنا نتمنى لكم فرجة ممتعة، نلتقي غدا في حلقة جديدة، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء، باي باي.